السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اشوف كده كل حبايبي على اليوتيوب عشان نوري لهم حاجة جديدة انا كنت وعدت بيها اصدقاء، ازاي تقدر من خلال موبايلك تعمل كل شيء بتسمعه. اهلا بيك يا محمد، نورتني. انا هقول على كل حاجة يا محمد، بس لما نظهر كده حبيبي يا حود، اهلا بيك، نورتني. حاضر يا حبيبي، هنشوف كل حاجة في البرنامج، إيقاعات، أصوات، بادز، إيه تاني يا ربي فينا؟ إحنا الأورج ده زي ده، زي الكبير ده، ده اللي في على الموبايل ده نفس ده، تمام؟ مش نفسه اللي هو يعني، لا نفس الإمكانيات، تمام؟ يعني شفت بقى الدنيا، التكنولوجيا وصلت الأمور إن هي تكون بسيطة خالص، بس نفهم إحنا بنعمل إيه. أهم حاجة الأساتذة المحترمين اللي بيسألوا ولكن ما عندهمش حسن تصرف، يعني مفيش حسن تصرف. يعني مثلا في ناس طالبة إيقاعات، في ناس طالبة حاجات تانية، في ناس طالبة أصوات، في ناس طالبة حاجات. طيب أنت بتطلب بناء على إيه؟ هل أنت عملت فيديو مثلا أو عملت حاجة، أو في أنت متعلم مزيكا تعزفها على الأورج؟ طيب إحنا حملنا مثلا الأورج على الموبايل، اوكي. طيب هل كده بقى انا بقيت عازف ولا انا معايا الاورج على الموبايل؟ اوكي اهو، تمام. لازم افهم الحروف دي، لازم افهم الحروف دي، لازم افهم الحروف دي. دي اللي فوق ده امكانياته، دي مش هنشغل بالنا بيها دلوقتي. ده مقر العزف، الكيبورد ده مقر العزف اللي هنعزف عليه. طيب الناس اللي بتطلب مني أصوات على الأورج 2020 على الأندرويد أو على اللهم صل على سيدنا محمد أو على الأبل، أوكي. في ناس بتهكر وفي ناس بتجيب أصوات من هنا ومن هنا ومن هنا، ما علينا. المهم إن في الأورج في صوت أهو، أهو قواعد العزف على الأقل، يعني على الأقل، على الأقل يبقى عندي خلفية. بس إن أنا فاتح أورج وهعزف عليه فلازم يبقى عندي وعي، هجيبه أقعد أخبط كده زي أي واحد، هتزهق هتروح قافله.
معنى انك يا محمد تسأل على ايقاع، يبقى انت راجل ما شاء الله بتعزف عليه كويس. اوكي، بتمنى اي حد بيطلب مني اي فيديو، اي صوت، اي ايقاع، اي حاجة، يبعت لي فيديو على الواتساب على الرقم اللي انا سايبه على اللايف. اوكي، تبعت لي فيديو لطريقة عزفك، وريني انت بتعزف ازاي، عشان انت تلات ارباع اللي انا شفتهم على الفيديوهات على اليوتيوب بيعزفوا غلط غلط. يعني مثلا انا عندي هنا حاجة اسمها كوارتر تون، السكيل ده اللي هو الربع تون ده. اوكي، هو بيقعد يعمل حاجات ويسايك حروف، الحروف دي بتبقى على السلم غلط، بتتعزف غلط. يعني لو اديت له اورج حقيقي يعزف عليه هيلاقي نفسه كان بيعزف غلط، زي اللي اتعلم كلمتين انجليزي وخلاص بيقضي بيهم ويلكم هالو وخلاص ماشي دنيته كده. لا، ما تفهم انت بتقول ايه وبتعيد ايه وهتعزف ايه وجايب البرنامج ليه وهتشتري فيه اصوات ليه. على فكرة البرنامج ده له اصوات نازلة في 2020، والله الاصوات دي تتعدى 200 يورو، تتخيل بقى. هيا التكنولوجيا وصلتنا لكده. اوكي، طيب نبدأ ندخل في الموضوع، نخرج من الكوارتر تون. الأورج عادي خالص، دي النسخة الاحترافية اللي هي الفي اي بي، لان اللي هتبقى موجودة عند اي حد لسه يحمل الموبايل مش هتبقى الفي اي بي. الرقم يا حبيبي على في البث او على الصفحة، اعمل هتلاقي تحت الفيديو في الانفورميشن بتاع اللايف هتلاقي الرقمي. اوكي، نبدأ بقى ندخل في ايه، في الكيبورد ده. الكيبورد ده احنا عايزين نشغله على ده، يعني احنا جبنا ده وعايزين نشغله ده. طبعا لازم شوية حاجات لازم تكون معانا الاول عشان نشغل الموبايل. الوصلة دي تايب سي، الوصلة دي ايه تايب سي، على حسب نوع موبايلك بقى. وده كابل صوت زي الاو اكس كده. اوكي، وفي معانا وصلة تانية كده، هي دي بقى اساس الموضوع كله. دي هي دي يو اس بي في تايب سي، تقدر تحصل عليها من اي مكان، راديو شاك، سامسونج، تمام. يو اس بي تخرج تايب سي، تمام. طيب دي هنحتاجها في ايه، يعني الوصله ال 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 الوصله دي هنحتاجها في ايه؟ دي بنوصلها اليو اس بي دي في يو اس بي هنا دي. اوكي، ركبت كده، تمام. طيب نهاية الوصلة دي ايه؟ برينتر، يو اس بي برينتر. يبقى هنا الوصلة كده، عشان اصدقائي اللي بيسألوني على الوصلات، تايب سي في يو اس بي اهي، بتتشري من راديو شاك، من سامسونج، من اي ستور يخص الموبايلات. دي تايب سي في يو اس بي تاني. وقعد بقى خلاص كده. طيب
والوصلة التانية وصلة برينتر يو اس بي برينتر. اسف ثواني. هنوصل وصلة البرينتر دي اوكي اللي هي دي هنا. اللي هو الأورج اسمه كاربون سامسون الميدي او اي ميدي، المهم يكون وصلة برينتر في النهاية يعني. تمام. بروح واخد اليو اس بي دي، نبدأ بقى نشيل الشحن. اوكي نبدأ نحط الايه، ناخد الاول وصلة الصوت اللي هي دي اوكي، ونقول له حطها لنا هنا بقى كده. في صوت نعلي شوية، في تقريبا ارضي، صوت ارضي ما علينا من الصوت. تابعوني كده بقى في الموضوع الارتام والست والحاجات دي اوكي. هنقول له نقف هنا، طبعا الاورج كده مش شغال مفيش اي حاجه. طيب هنقول له هنا وصل لنا تايب سي دي في الموبايل، راح الاورج منور طبعا بياخد من شحن الموبايل. هل هنعزف؟ مش هيعزف، لازم نعمل كونكت ما بينه، ما بين الموبايل وما بين الاورج. ازاي؟ ندخل على دي يو اس بي ميدي، نرجع تاني اسمها ايه اللي هو الخيار ده يو اس بي ميدي، ندخل عليه ونقول له اتصال. طبعا بنحدد عندنا، بيقول لك الميدي اللي عندك او الجهاز الميديول اللي عندك او الكيبورد اللي عندك كم مفتاح، 61. المفاتيح اللي هي دي الحروف دي كم مفتاح؟ طبعا في 88 و61 و67 76 مفتاح على حسب اوكتافات الاورج اوكي. نرجع تاني من دي ونقول طبعا مفيش صوت، مش هيطلع صوت الاورج، مش هيطلع صوت من الموبايل الا لما نعمل ربط كونكت ما بين الاورج والموبايل. بنقول له ميدي يو اس بي وهنا كلمه ايه اتصال. راح هو قايل لي ايه؟ هل تريد السماح لتطبيق اورج 2020 بدخول لسامسون كاربون او كاربون سامسون اللي هو 49؟ نقول له اوكي. أصبح دلوقتي إن الموبايل يا محمد أنا هتابعك ابعت لي أنت رقمك على كومنت، في كومنت وخلاص وأنا هكلم حضرتك. أصبح دلوقتي إن الأورج شغال معانا هنا، عايزين نجرب بقى. يبقى ها تمام. انا لو عايز العب في الاكتافات ها كمان واحد تمام. طيب عايزين نغير صوت عشان نحس بالموضوع اكتر، نقول له بيانو. نجيب صوت اكورديون مثلا. بص يا جماعة انت يعني انا عاوز اشرح وبعد كده نقدر نسأل الاسئلة في الكومنتات وهرد. يعني هو الموضوع كان شاغلني وناس طلبته مني، فانا شايف اسئلة كتير خارج نطاق الموضوع. يعني في واحد عاجبه الكفر يسأل عليه، وفي واحد عاجبه قال لي ايه الـ 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 الاورج كتبت ايه.
كومنتات بس مش عندي ومش ظاهرة. المونو واللي جاتو. طيب انت سألت عن المونو واللي جاتو بناء عن ايه؟ كفر الميدي كيبورد. ايه كفر الميدي؟ مش فاهمك. ده اللون ده تقصد ولا ايه؟ كفر الميدي لا، ده اصلا كاربون سامسون. اوكي، حولناه وطورناه وبقى بالطريقة دي جالاكسي. اوكي، ممكن افتح ده اورج تاني خالص. يعني انا فتحته كده اهو، ده بقى موضوع تاني خالص، ده قصة تانية، بس احنا نطفيه دلوقت، ملوش اي لازمة دلوقت، خلينا في موضوع الموبايل. اوكي، والالوان دي بتتعمل، لو انت حضرتك بس في الكومنتات هتابعك واقول لك بتتعمل ازاي. فعايزين نركز في الاورج وما نركزش في الالوان. ابوس ايديك، يعني موضوع الالوان وموضوع الكفر وموضوع انا يعني عايزين تبقى دماغنا حلوه شويه. اوكي، اختصارا فصل مننا. طيب هنقول له مش عايزين بقى حد يرن دلوقت، حد من اللي بيتفرج عليا هو اللي بيرن. طيب ادخل على الساكس كده يا ديشا. اي ساكس يا حبيبي؟ أمرني أي ساكس اللي تقصده. تمام كده، عرفنا ازاي نوصل الأورج. تمام، بس الأسئلة اللي انتوا بتسألوني خارج، يعني خارج نطاق الموضوع. في حد بيسأل على ايه؟ افكت. الافكت. صوت ساكس منين؟ عايز صوت ساكس منين؟ اللي عندي فين بقى؟ على الموبايل ده؟ ما اتكلمناش في الأصوات دلوقتي، احنا كلامنا في التوصيل. أسئلتنا كتير وخارج نطاق الموضوع، عايزين نركز في شيء واحد عشان ما يبقاش الفيديو معمول لشخص ولا لشخصين. طيب حاضر، التقسيم والكلام ده انا ليا 800 مليون، يعني الفيديوهات والمزيكا حاجة، انا بشرح حاجة دلوقتي، فانت لبختني في قصة تانية. ساكس، انا قلت فين الساكس اللي هنا؟ الساكس والكلام ده اصوات، انا حكت ده موضوع تاني، ده هنا ده قصة تانية خالص، ملوش علاقة بقى لا بموبايلات ولا بالاندرويد ولا ده قصة تانية خالص. فخلينا هنا، خلينا في موضوعنا عشان نخلصه يعني نخلص واحد ندخل فين كده. عرفنا بنوصل الأورج ازاي وبنشغله هنا. تمام، نخليه بس سنة اهو، نجيب اي صوت تاني. تمام، اي صوت تاني، ده صوت درامز، كل ده بركشن. عايزين نحمل بقى ست جميل على الموبايل عشان نقدر نستمتع بالبرنامج. ندخل نقول له ست، وندخل هنا تاني
يا حبيبي يا جماعة بتوع الإيقاعات انتوا محسسيني ليه ان انتوا ما شاء الله. انا لسه هشرح والله، حقكم عليا، انا غلطان وانتوا فنانين. انا ممكن اتجاهل الكومنتات واشرح كلمتين وخلاص، انا مش بضيع وقت في الفاضي، بس انا احتراما للناس اللي طلبت مني ممكن تدخل تشرح، فانا بشرح الموضوع بدرايه. ممكن واحد يقول لك بص انت هتدخل كده على الزرار ده، وبعدين تدخل هنا وتضغط كده وهتطلع لك دي، وبعدين تجيب دي ايه ده؟ ايه الشرح ده يا جماعه؟ وايه الكلام ده؟ انا دخلت علشان في حاجات غلط على اليوتيوب، غلط والله، غلط اقسم بالله، غلط عزف، غلط الشرح، غلط الاسلوب اللي بيتكلم بيه، غلط. هو انت موسيقار فنان؟ طب فين انت من الاول علشان اقدر اثق فيك؟ ده انت لسه بتشرح ولسه هتورينا هتعزف ايه. فبنتكلم في الاصول، في حاجة اسمها اصول المهنة او اصول الشغل او اصول ان انا عارف انا شاري موبايل ليه، او منزل ابلكيشن اورجي ليه، او عايز اتعلم الموسيقى واحدة واحدة. انما ما شاء الله مهرجان، يعني اول ما هنعزف هنعزف مهرجانات. انا اسف، ما انا لو هنتعلم المزيكا عشان المهرجانات يبقى بلاش نتعلمها، اصل مش مستاهله. لا اله الا الله، انا اسف. هنتظرين في فيديو تاني ان شاء الله، هجرب اعمل فيديو تاني باذن الله، بس لما نكون احنا بس اقتنينا كده بالكلام ونبقى عارفين. ده انا عامل عنوان للفيديو يقدر يوضح لك قد ايه تقعد تسمع او تفهم، فما حدش عاوز يفهم، فانا اللي اسف ليكم. شكرا.